السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. النهاردة الجو برد جدا، هو مش برد الصراحة، هي الدنيا بتشتي قوي والواحد يعني مش مشتي لسه. فالشتاء بقى ممكن يأكل كتير، فلو انت عاملة دايت وعايزة تحافظي على وزنك، هنعمل مع بعض النهاردة بسكوت مالح بالكمون، هيبقى مشبع جدا وما يزودش في الوزن بتاعنا ولا حاجة. فيلا بينا كده على المطبخ ونشوف هنعمله ازاي. بس في البداية، لو اول مرة بتشاهدوا قناتي، متنسوش تدوسوا على الزر الاحمر ده، زر الاشتراك، عشان تشتركوا في القناة، ولايك للفيديو بقى، عشان اللايكات دي بتسعدني جدا وبتشجعني ان انا استمر. يلا بينا نبدأ مع بعض ونشوف هنعمل البسكوت الجميل قوي ده ازاي. يلا بينا. انا اول حاجة نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي ادي المقادير بتاعتنا، انا ادي دي كوباية من دقيق شوفان، ده كان شوفان حب وانا فرمته كده في الكبة وبنتي فرمتهولي. وعندنا ده دقيق اللوز، بس مش دقيق اللوز اللي بيتباع بره، لا احنا اللوز قعدناه في مية وبعدين خدنا ضربناه في الخلاط كتير فطلعنا منه لبن اللوز. والقشر بتاعه بقى لما صفينا كويس جدا من الخلاط، صفينا بالمصفى كويس قوي، حطيته على ورقة زبدة وحطيته في الفرن ينشف. لما نشف تماما حطيته بقى ايه بعد كده، فرناه في الكبة فطلع لي دي اللوزة، هو جميل جدا، احسن من الغالي اللي بيتباع بره. تمام، فانا هنا هعمل ميكس ما بين دقيق الشوفان ودقيق اللوز. تمام، هقلبهم كده مع بعض وهحط يعني كبسة كده من الملح زي ما بيقولوا، هقلب كده الملح. وعايزة احط كمون، ادي كمون اهوت، انا ضربته وضربناه شويه كده في الخلاط زي ما احنا شايفين، حوالي كده معلقه. تمام كده، وهنحط بيضه، المكونات كلها ان شاء الله سهله. وادي السمنه، دي سمنة على زبدة، أنا عايزة ربع كوباية من الزبدة ومعاها ربع كوباية من الزيت، فحطيت عشان بطلت الزيت أو تحط زيت زيتون، حطيتها سمنة فلاحي مع زبدة، الاتنين مع بعض عاملين نص كوباية. تمام، لا ده دي نص كوباية، ربع كوباية، ماشي، ربع كوباية من الزيت أو الزبدة أو ميكس زيت وزبدة أو السمنة مع الزبدة، الميكس اللي يريحك اعمليه. وهنقلبهم بقى كده كويس بالمعلقة الاسباتيولا زي ما احنا شايفين. طبعا احنا هنا العجينة بتاعتنا محتاجتش مية ولا اي حاجة، هي هتعجن نفسيها كده بالايه، بالمادة الدهنية اللي احنا حطيناها. بعد كده خلاص بقى هستغنى عن المعلقة وهبدأ ان انا ايه الم العجينة كده بايدي، هلمها بس لم، مش هعجن كتير، بس بحاول ان انا اخلي المادة الدهنية تتخلل كده جوه الايه، الدقيق بتاعنا، سواء شوفان او ميكس شوفان مع دقيق اللوز، بخليها تخلله كويس كله يشرب منه. ولميت، بس مجرد ان انا لميت العجينة مش هعجن ياما، عشان ايه يعني ما يبقاش عيش يعني، صراحة ده بيبقى حلو جدا ومشبع. بنتي طالعة رحلة وعايزة حاجة كده مشبعة معاها، من غير ملهاش بقى في السناكس والحاجات اللي بتتاكل دي، فهي عايزة حاجة من البيت تكون صحية، فعملت لها الكوكيز اللي هو كان بالموز والشوكولاتة الدارك، سبق واحنا نزلناها قبل كده في القناة، كنا عملناها مع شوكولاتة الشيبس والموز، او عملناها بالعجوة والشوكولاتة الشيبس، فانا عملته لها بالموز والشوكولاتة الدارك، قطعته لها قطع صغيرة، ده كان الحلو. والحادق بقى عملت لها المقدار ده بالايه، بالكمون، الصراحة نفعها ان هي ما احتاجتش بقى إيه تجيب اي يعني سناكس او اي حاجة غير صحية، عبال ما تقدر ايه توصل مكان تاخد الوجبة بتاعتها. فتقدروا برضو تعملوا حاجة زي كده، سواء في الشغل او في المدرسة، يبقى بتاكلي حاجة ايه صحية ومفيدة وما تزودش وزنك كتير. فردتها كده بين ورقتين زبدة بالشكل ده، هحاول ألم الأطراف وبخلي سمكها ما يكونش يعني تخين، عايزاه يكون وسط كده، حاجة
قريب للرفيع، لمتها كده قدر الامكان، وهبدأ ان انا ايه اقطعها. تقدري طبعا تقطعيها دواير او تقطعيها مربعات زي ما انت عاوزة، يعني تقطعيها بكوباية او تقطعيها حتى بقطعات الدونات زي ما انت عاوزة. حبينا نعملها ايه مربعات او مستطيلات كده، فعملتها بالسكينة، بساوي بس الاطراف كده تخلص منها، وبعدين هقطعها. وطبعا كل اللي بيطلع ده هلمه وارجع تاني ايه اسويه واطلعه برضو بسكوتات. الوصفة سهلة جدا ومبتاخدش وقت، مش لازم تعملي كمية كبيرة ولا حاجة، حلوة قوي، مقدار كوباية ونص. طبعا تقدري تعملي كله بدقيق الشوفان، يعني لو مش متوفر عندك طبعا دقيق اللوز، ان هو في الاساس بيتعمل بدقيق الشوفان. هقطعها بالشكل ده كده، وهحضر بقى ايه صينية الفرن اللي هخبز فيها، وابقى حاطة فيها برضو ايه ورقة الزبدة. شايفين رقيق ازاي؟ وبالراحة كده واحنا بنشيله علشان ايه ما يتكسرش مننا. هو ما خدش وقت في الفرن خالص، يعني بيدخل كده ما يكملش معانا يعني 10 دقايق. ادي صينية الفرن وفيها ورق الزبدة، كنت خابزة فيها بقى الكوكيز الاولاني اللي هو بالموز والشوكولاتة، وبعدين عملت المالح في الاخر. كل حاجة كده جت مقدار كوباية ونص، يعني الموضوع مش كبير. شيلها كده ايه بالراحة وبحطها ايه في الصينية. بشيل كله كده ايه بحرص، وبشغل بقى الفرن وادخلها على الايه الرف الوسط. انا بالنسبة لي دوبك طلعت الكوكيز الاولاني، وهبدأ على طول ادخل ده ايه وراه، فاديله بقى خروم كده علشان يعني يبقى واخد شكل كده زي البسكوت الجاهز. وادي بقية الكمية اللي طلعت عندي، بلمها كده كلها، بتبقى مفرفتة كده بتفكرك كده بالايه بالتارت. لمتها واطلعها ايه برضو بسكوتات بالخلة او بمشط عندك يكون جديد وجايباه مخصوص للبسكوتات، فأي حاجة تقدري تخرمي بيها بالشكل ده عشان يديكي شكل كده ايه البسكوت سافويار، او البسكوت اللي احنا اللي هو البسكوت اللي بنجيبه زي بسكوت ماري والحاجات دي فيها مخرمة كده. حاول بس نديها شكل، يعني عايزة ما تعمليش كده ما تعمليش. موضوع سهل جدا مخدش مننا وقت. متنسوش بقى ايه تدوسوا لايك كده للفيديو، وشوف تعليقاتكم مين اللي عجبه البسكوت، مين اللي عمله، بتتفرجوا على قناتي كده ولا لأ، ولا شايفينه ده بالصدفة بتتابعوني من اي بلد. يعني اتمنى كده يكون في تواصل بينا، وتشجعوني كده باللايكات وشير كده لأصحابكم أو اللي بيعملوا دايت، أو حتى أطفال بتبقى شهيتهم مفتوحة وزنهم هيزيد في الشتاء أو في المدارس، نقدر نعمل لهم بسكوت الصحي ده، سواء بقى كده مالح أو إن انتي تخلوله مفيد بالموز أو بالعجوة، حاجات بتبقى ايه مفيدة. دخلت الفرن ما أخدش معايا وقت كتير، تابعيه على طول يعني، لأن هو رقيق جدا فمش هياخد 10 دقايق. لو الفرن كمان سخن ممكن ياخد أقل من كده. ما شغلتش عليه النار من فوق ولا حاجة، بس من تحت، وانا مشغلة له المروحة والفرن سخن، فطلع معايا على طول. بحطه بالراحة بقى سواء في طبق التقديم او في علبة كده محكمة الغلق. انا دوبك هنا بس كنت هشيله من الصينية علشان ما يحمرش اكتر. شايفين من تحت ومن فوق الصراحة جميل قوي، طعم الكمون فيه حلو جدا. اللي بقى في علبة محكمة الغلق ويقدر يتحمل معاكي بقى يجي كام يوم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتابعوني بقى كل الفيديوهات اللي هقدمها لكم، واختاروا كده دوسوا على الجرس واختاروا الكل عشان يوصلكم الاشعارات بأي فيديو جديد ايه بنزله. يلا احلى بسكوت اهوت مالح بالكمون، جربوه وان شاء الله يعجبكم جدا. يلا احبكم في الله، أشوفكم دايما بخير وعلى خير. سوزان مقاوم، باي باي.